السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم سامر علي من قناه ستاج اكس. اليوم زي ما انتم شايفين لابس قميص، ما في شغل عملي، ما في عده ورايا، ما في سيارات ورايا. اليوم بس هنتكلم في ثلاث اسئله دائما 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 تجيني في دايره انستغرام، فحابب اجاوبها في فيديو تكون مرجع لينا، تكون فايده للي هيسال في المستقبل. ابعت الفيديو احسن من الكلام على الشات. اول سؤال، فين مكانك؟ فين اقدر اجيب لك سيارتي تصلحها؟ يا شباب الحمد لله على كل حال، انا ما عندي ورشه، ما بقدر استقبل سياره، مش مصلح لي اصلا امارس مهنه ميكانيكا السيارات. ادعوا لي ان هوايتي هذه تكون احتراف وتكون عباره عن مركز صيانه على ارض الواقع، وننقل ستاج اكس من اليوتيوب للصناعيه. انا من جده اي نعم، لكن ما بقدر اجيب سيارات من سيارات اخواني المتابعين واصلحها. انا كذا مره توقفني دورية شرطة وانا بصلح سياراتي الشخصية والسيارات باسمي، ما بالكم بسيارات غيري. دعواتكم لمارس المهنة بطريقة مشروعة، بطريقة ترضي جميع المتابعين او جميع اخواني المتابعين، ونتقابل على ارض الواقع في مكان مصرح ورسمي. علبة الكترونيك كامري انت اشتريتها تجاري، ايش اخبارها بعد 4 شهور او 3 شهور استخدام؟ شباب علبة الدركسيون ممتازة، ما في ثقل او قفة في الدركسيون، الدركسيون مناسب، لا هو ثقيل ولا هو خفيف. عندكم كمان ما فيها تهريبات الحمد لله، ما فيها اصوات، ما فيها فرار، ما فيها اي مشاكل الحمد لله. واصلا اللي خرب علبة الدركسيون او نقول علبة الدركسيون خربانة لما نلاقي فيها فراغ، نلاقي فيها تهريب، بس التهريب احيانا تتعالج بالصوف، لكن انا القديمة اللي كان عندي فيها صوف خربانة، لكن ما بحب التوضيب، وافك القطعة واشتري قطعة واركب عليها، وفي الاخر الميكانيكي ما يقفل لي اياها كويس، فاضطر اشتري تجاري في الاخر، فنشتري التجاري الدودة كويسة، كانت يابانية تجاري، ما هي غاليه زي الوكاله ولا هي رخيصه زي الصيني، كانت يابانيه ب 770 شامل الضريبه، الصيني في ال 500 550 الامور هذه، الاصليه 2000 وشوي، فانا لا كنت اخذ الوسط يعني الميزانيه. السؤال الثالث نركز فيه هو سؤال اجابته طويله شويه لانه له علاقه بعزم السياره، له علاقه بتصفيه الماكينه، او اغلب اللي بيسالوني بيكون عندهم تصفيه ماكينه. اول شيء عندي ضعف في عزم السياره، ايش اسوي؟ ضعف العزم معناه عندك لخبطه في نظام الشراره او نظام الهواء او نظام البنزين، بس في حاله انه عندك سبايك جنزير تمام، تكايات تمام، نقلات الجير تمام او الجير بوكس تمام، ما عندك دخان في الماكينه او دخان طالع من الشكمان، دخان ازرق يعني السياره مش مبوشه، او ما في تهريب ورش في وجه غطا البلوف فالبواجي مش غرقانه زيت برضه تمام، وما عندك اكواد او لمبه ماكينه طالعه، ما عندك الامور هذه كلها، خش معايا في خطوات تصفيه الماكينه. اول شيء لو عندك عزم طايح او صرفيه عاليه بتشيك على البواجي. البواجي هي عباره عن اداه تنقل الشراره من الكويل لجوا حجره الاحتراق، فبالتالي الشراره هذه تحرق خليط البنزين والهواء فتولد انفجار، فتضرب ذراع البستم او البستم والذراع فتحرك الكرنك فتدي عزم للسياره، يعني امور زي كده انتم عارفينها اكيد يعني. فالبوجي عباره عن ارضي وسنه شراره، احيانا سنه الشراره هذه بتكون عليها كربون كتير مكربنه من كثر الاستخدام، واحيانا راس الارضي هذا بيكون اقرب او ابعد او ملامس لراس الشراره، فمعناه ان البوجي خربان، البوجي يتغير، لا تعدل راس الارضي ولا تنظف سنه الشراره او راس الشراره، البوجي الخربان غيره. سعر البواجي في الكامري تقريبا 40 ريال ل 2006 وتحت، و 120 ريال ل 2007 وفوق، عشان هذا الكتروني وهذا عادي، وبما ان انا معي كامري 2006 والوكاله بتقول استخدم العادي فانا استخدم العادي ومش هف. ثاني سبب في ضعف العزم الكويلات وهي فوق البوجي على طول، احيانا الكويل هذا يكون خربان او ضعيف او الجلده تبعته مقطوعه. طيب كيف اعرف الكويل اللي مسوي لي ازمه؟ اشغل السياره، اروح عند افياش الكويلات، اشيل فيش الكويل واشوف السياره النفضه زادت، لو زادت يعني الكويل هذا كان شغال ولما فصلته زودت النفضه في السياره، فرجع الفيش الكويل هذا سليم وبريء. تروح للي بعده، طب لقيت النفضه يعني تغير طفيف جدا، معناه الكويل هذا ضعيف، وعشان تتاكد انه ضعيف فكه، فك الكويل كله والفيش راكب والسياره شغال، وارفعه وشوف لون الشراره، اذا زرقاء معناها شراره ضعيفه فالكويل هذا ضعيف، اذا حمراء او شراره يعني تملى العين فهي الكويل سليم، ورجعه واشتبه في اللي بعده، لين ما تلاقي كويل اللي لما تشيله السياره ما تتاثر بالمره، فمعناها انه الكويل هذا خربان، فلما تشيل الفيش وتحطه مش فارق مع السياره، هو كويل كده كده خربان. طيب احيانا يكون الكويل ضعيف، مش ضعيف جلدته مقطوعه، فانت فك الكويلات برضه، شيك على جلده الكويل، اتاكد انها راكبه كبس مش واسعه عليه، اتاكد انه ما فيها اي تقطيع او شق، لان لو فيها شق بتفرغ الشراره في راس الماكينه او في وجه غطا
مثلا بلوف لو حديد، فالشراره ما بتروح كامله للبوجي، بالتالي البوجي ما بيطلع شراره قويه، بالتالي بيكون عندك صرفيه عاليه، بيكون عندك ضعف في العزم، بيكون عندك تفتفه. فانتبه برضو للكويلات، افحصها، الكويل الخربان غيره، الجلد الخربان غيرها، مش لازم تشتري الكويل كله، لكن لازم تفحص الكويلات وتتاكد منها. موضوعها بسيط وبنفسك تقدر تسوي. ممكن اسيب لكم طريقه فك الكويلات لكن على البليزر تقريبا، بحرف الاي اللي فوق وفي صندوق الوصف، واسيب لكم عموما تصفيه الكامله بالكامل في صندوق الوصف وبرضه في الاي اللي فوق. كده منظومه الشراره خلاص لو سليمه فهي بريئه. نيجي لمنظومه الهواء، فيها ثلاث عناصر اساسيه. فلتر الهواء بيكون مسدود لان احنا بننظف عند البنشري، بنستخسر نشتريه، فالتراب بيكون سد الفلتر، احنا بنشيل التراب السطحي لكن الفلتر اللي جوه الفلتر او التراب اللي جوه الفلتر باقي، فغير الفلتر. بعد الفلتر على طول في جزء حساس جدا 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 وخبيث جدا جدا جدا، هو حساس الارماس، حساس غالي، بيخرب، بيروح عن بالنا نشوفه فيتعبنا، وفي الاخر بعد كشف الكمبيوتر نكتشف انه هو اللي خربان. فالحساس هذا برضه وانت بتصفي ماكينه هتنظفه بالمنظف الالكترونيات، سواء اي سي ديلكو او سي ار سي، حاجه زي كده مش فاكر اسمه بالضبط. المهم منظف الالكترونيات برضه في مقطع تصفيه الكامري هيكون موجود ان شاء الله، هتشوفوا كيف حساس الارماس بتنظف. بخاخ الالكترونيات من بعيد لا تلمسه لا بمنديل ولا بشيء، لانه عباره عن شعره وفيها زي كوره لونها بني، بسهوله جدا ممكن تقطع الشعره هذه فتخرب الحساس، وقيمته غالي حتى في التشليح، سعره فوق ال 200 ريال. بعد الارماس بيجي دور البواب، البوابه لازم تنظفها، انا بحب افكها برا واسيب الطريقه في الايه اللي فوق صندوق الوصف وانظفها برا، بعد ما تنشف ارجع اركبها على السياره واشغل السياره واموري سليمه. في ناس لا تقول لك انا ما ابغى افك، ابغى اوفر جهد، فهسيب لكم طريقه تنظيفها وهي راكبه، لكن انا ما بحب انظفها وهي راكبه لان ممكن تخرب معاك حساسات من بعد البوابه وانت رايح، لانك بتنظفها دائما باسيدلكو، الاسيدلكو ماده زيتيه، المواد الزيتيه لما تيجي على حساسات بتخرب القراءه حتى لو الفتره بسيطه وبعدين يتبخر ويروح تاثيره، لكن بتلاقي عدم انتظام لما بتنظف الحساسات باسيدلكو. بعد تنظيف البوابه احيانا بتلاقي السياره لما تشغلها معلقه على 1.5 او اكثر من 1.5، المهم الار بي ام عالي شويه، بيكون بدها برمجه، يا اما انك بتفصل البطاريه نص ساعه تقريبا او بالكمبيوتر البرمجه بتعمل ريسيت للسياره، او بتستخدم السياره يومين ثلاثه اسبوع بالكثير البوابه بتبرمج نفسها وامورك بتكون سليمه بعد اسبوع ما عندك اي مشكله. وبرضه احيانا بيكون ضعف العزم والصرفيه من حساس الاكسجين او من دبه البيئه، هذه بدك كمبيوتر يفحص الحساس الاول والحساس الثاني ويقارن القراءات، يعني امور ما بقدر اسويها تحت البيت صراحه. لكن تنظيف الحساسات ممكن تفك الحساس وتنظفه مثلا بمنظف الكترونيات او تنظفه بمنظفات غير زيتيه زي الاسيدلكو، الاسيدلكو مليان زيت، فممكن منظف الكترونيات وتمسحه كويس امور تضبط ان شاء الله. لكن دبه البيئه نفسها صراحه لازم تروح لحد يفحص لك اياها، ما بقدر افحصها تحت في البيت. خلصنا منظومه الهواء، الحين منظومه البنزين. اول شيء صفيت البنزين اما داخليه في التانك زي الكامري، اما خارجيه ورا الكفر ورا يمين زي الفورد، او بعض السيارات بيكون فيها صفايتين، فانت وسيارتك يعني الصفايه هذه بتشيلها ترميها تحط الصفايه الجديده. في ناس بتنظف الصفايه الداخليه للتانك، بس ليش تنظفها؟ يعني توسخت الاجزاء الداخليه بتكون عباره زي كيس وجواها بطن، بتكون الملا رواسب، فمهما تنظف فيها ما بتنظف غيرها. علامات ان الصفايه خربانه بتلاقي مثلا لما تيجي تدبل دعسه او تدعس السياره مفاجئ، بتلاقي السياره اتاخرت اتراجعت قعدت تفكر بعدين استوعبت انك داس بنزين فمشيت، او احيانا بتلاقي رجه في الجومه شويه بتحس ان السياره ما فيها حيل تمشي، فمعناها الصفايه مسدوده، او معناها البخاخات مسدوده. فالبخاخات افضل شيء بالنسبه لي تاخذها على جهاز اختبار وتنظيف، التراسونيك وتنظيف وشغل مرتب، بحيث انك تشوف برضه البخاخات. احيانا بخاخ بيكون بيسيل بنزين، فبدل ما يرش بتلاقي نازل زي الحنفيه، فهذا بيسوي دخان اسود في السياره وبيسوي كربون عالي وصرفيه عاليه طبعا. او تلاقي البخاخ مسدود مهما تنظف فيه مش راضي ينظف، فبيغيروا من جواه الصفايه الداخليه اللي جواه، فلازم جهاز اختبار. ما بدك جهاز اختبار، بتروح على مراكز الصيانه بيحطوا محلول ويدخلوه في مصفى البخاخات والراجع بيرجعوه على التانك، بتكون دوره بنزين كامله بس بدل البنزين محلول تنظيف، وبتنظف السياره وهي شغاله والبخاخات راكبه عليها. بيكون ارخص لكن على اختبار افضل، بحيث انك تطمن، لان الطريقه هذه انه البخاخات راكبه على السياره ما بتشوف البخاخات ايش حالتها، انت بيخلص المحلول بيقول لك خلاص سيارتك تمام وتوكل على الله، ما بيشيك لك على شيء. اخر شيء ممكن يلعب في عزم السياره الفي بي تي اي فالف او بلف الفي بي تي اي، وهذا هسيب كل تفاصيله في الاي اللي فوق او صندوق الوصف، كيف فكه كيف تنظفه ايش فائدته كيف اختباره، برضه هسيب لكم اياه، مش هشرحه هنا عشان ما اطول عليكم. وعشان تخش في امور التصفيه قلت لكم في اول الفيديو كذا شغله، اتاكدوا انها مش موجوده في السياره بعدين سووا تصفيه الماكينه. وهذا اللي عندنا لليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.